الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. السنتيمتر ميزان لتحديد المسافة بين شيئين، لكن الفواصل البعيدة لا يمكن تحديدها بالسنتيمترات. الفاصل بين دارك ودار أخرى من الصعب تحديد هذه الفاصلة وهذه المسافة بالسنتيمترات، العدد يكون كبيرا. فجعل البشر ميزانا ثانيا لتحديد هكذا مسافات، ميزان المتر، وصنع لذلك وسائل لتحديد الأمتار. لكن المسافة بين المدن لا تحدد حتى بالأمتار، أيضا العدد سيكون كبيرا، الطريقة ستكون صعبة. فجعلوا ميزانا ثالثا، ميزان الكيلومتر، ميزان المايل، وصنعوا لذلك وسائل كيف نحدد الكيلومترات بين المدن. هناك وسائل لذلك. البشر توسع علمه، بدأ ينظر إلى الكواكب، ثم بدأ ينظر إلى النجوم، أراد أن يحدد المسافات بين النجوم. تحديد المسافة بين النجوم بالكيلومترات أيضا صعب. فجاء بميزان آخر، ميزان السنة الضوئية التي تعادل ما يقارب من 9500 مليار كيلومتر تقريبا، قريب 10,000 كيلومتر، 10,000 مليار كيلومتر.
المسافة بين النجم الفلاني والنجم الفلاني كذا سنة ضوئية. ثم اطلع البشر على كواكب، على نجوم بعيدة جدا، على مجرات، أراد أن يحدد المسافات بين المجرات. جاء بميزان آخر، القرن الضوئي. القرن الضوئي تقريبا يكون ما يقارب من 1,000,000,000,000 كيلومتر. المسافة بين المجرة الفلانية والمجرة الفلانية كذا 1,000 قرن ضوئي. هذه موازين مختلفة لتحديد المسافة. إذا كان البشر يريد أن يحدد المسافة بين المجرات بالسنتيمترات، كم كان صعبا؟ وبالآلات التي جعلت لتحديد السنتيمترات أصلا كان غير ممكن. هكذا في الوزن، بعض الأشياء توزن بالقراريط، كل قيراط 5 الغرام الواحد. بعض الأشياء توزن بالغرامات، طبعا هناك وسائل متعددة. بعض الأشياء توزن بالكيلوات، بعض الأشياء توزن بالأطنان. هناك وسائل تزن السفينة الضخمة الكبيرة بما تحمل، 1,000 الأطنان لعله أكثر، وسائل لتحديد هذه الأوزان. يمكن تحديد وزن سفينة بالغرامات مثلا أو بالقراريط؟ لا، كل شيء له ميزانه، ميزان مناسب لوضعه. هكذا الزمن، عندنا أشياء تحدد بالثواني أو بالجزء من الثانية، عندنا أشياء تحدد بالدقائق، أشياء تحدد بالأيام، أشياء تحدد بالسنوات، أشياء تحدد بالقرون، موازين مختلفة زمنية. وهكذا وهلم جرى في مجالات مختلفة. الثواب، الأجر الإلهي، لا لتكن الكلمة أشمل، الآثار الإيجابية الإلهية أيضا لها موازين مختلفة حسب الشيء. بعض الأشياء توزن بالحسنات، الشيء الفلاني له، العمل الصالح الفلاني له حسنة. بعض الأشياء توزن بمحو سيئات، الشيء الفلاني، العمل الصالح الفلاني يوجب محو سيئة واحدة. بعض الأشياء توزن بالدرجات، يعطى في مقابل العمل الصالح الفلاني درجة واحدة. طبعا لا نستصغر هذه الكلمات، الحسنة في يوم القيامة عظيمة جدا، الحسنة الواحدة. الإنسان أحيانا يكون بحاجة إلى حسنة واحدة، أقرب الأقربين إلى الإنسان لا يعطيه حسنة واحدة، الحسنة لها قيمة. محو سيئة واحدة شيء عظيم، لأن السيئة الواحدة بإمكانها أن تدخل الإنسان إلى نار العياذ بالله سعرها جبارها، السيئة الواحدة. الدرجة الواحدة في الجنة عظيمة جدا، قد يكون الفاصل بين الدرجة ودرجة تالية أكثر من الأرض إلى السماء. لا نستصغر بهذه الكلمات، ولكن بعض الأشياء تحدد بالدرجات، العمل الصالح الفلاني له 10 درجات. بعض الأشياء تحدد بمئات الدرجات، لا الميزان يختلف.
تحدد بمئات الحسنات، تحدد بمحو 100 سيئة. لكن ما إن يلوح في الأفق اسم الحسين إلا وترى أن الموازين تغيرت، جاءت موازين أخرى، جاءت موازين غير طبيعية، الأرقام تكون أرقام ضخمة، حديث شريف. أنا ذكرت هذا الحديث الشريف في هذا المكان المبارك المقدس لعله قبل سنوات، سمعتم هذا الحديث الشريف من الخطباء الكرام: الذي يشرب الماء ويذكر الحسين وأهل بيته ويلعن قاتليه عمل صغير بكل الموازين، عمل سهل جدا لا يحتاج إلى أي جهد، لا يحتاج إلى أي نوع من التركيز، لا يحتاج إلى صرف مال، لا يحتاج إلى أي شيء، شغلة سهلة جدا. بالمنظار الدنيوي من جميع الجهات شيء عادي جدا. ما هو ثواب هذا العمل؟ الحديث الذي يرويه داود الرقي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يبين أن أجر هذا العمل الصغير تكتب له 100,000 حسنة، تمحى عنهم 100,000 سيئة، ترفع له 100,000 درجة، يكون كمن أعتق 100,000 نسمة. اقرأوا روايات عتق رقبة واحدة، عتق مؤمن واحد، هذا له ثوابه، ثواب عتق 100,000 نسمة. وخامسا: وحشره الله عز وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد. تتصورون الثواب؟ هذا الثواب لأي عمل؟ لعمل من 3 ثواني، من 5 ثواني. يشرب الماء، يقول سلام الله عليك أبا عبد الله وعلى أصحابك ولعن الله قاتليك، خلص. هذا العمل بهذا الحجم كيف صار له هذا الثواب العظيم؟ لأن اسم الحسين عليه الصلاة والسلام جاء على هذا العمل. اسم الحسين يغير المعادلات. إخواني، هناك أعمال عظيمة الثواب جدا وجدا، من جملة الأعمال التي ثوابها عظيم جدا هو الحج. بعض الناس يتصور أن الحج فريضة فقط. نعم، الحج فريضة، ولكن ما هو ثواب الحج؟ كبير جدا. الحج ثوابه عظيم جدا، هنيئا للحجاج، لمن يتشرف للحج، سواء حجا واجبا أو حجا مستحبا، ثواب الحج ما هو؟ في الحديث الشريف: الحاج مغفور له. هذا ميزان ثاني في الثواب أصلا. موجوب له الجنة، مستأنف له العمل. هذه موازين،
هذه موازين عظيمة جدا، هذه غير موازين الحسنات، هذه موازين ضخمة كبيرة. لا، الحج أعلى من ذلك. في الأحاديث الشريفة أنه شعبة من شعب رضوان الله عز وجل. تعلمون ما هو رضوان الله؟ رضوان الله أعلى من الجنة، ورضوان من الله أكبر، أعلى أكبر نعم الجنة رضوان الله. الحج هكذا عمل ضخم. تأتي إلى زيارة من؟ زيارة وضع اسم الحسين عليها، زيارة الحسين. ما هو الميزان لثواب زيارة الحسين؟ الحسنات؟ لا. مغفور له؟ نعم. لا، فوق ذلك. موجوب له الجنة؟ لا، فوق ذلك. ميزان زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الحجج. تعلمون هذا الميزان كم هو ضخم؟ أنت افهم معنى الحج، افهم ثواب الحج، تعرف أنه لو حججت مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات وخمسة عشر مرة وعشرين مرة تحصل على ثواب زيارة الحسين، على الأقل ثواب زيارة الحسين تعدل 20 حجة. تعلمون يعني ماذا؟ يعني ميزان ثاني أصلا. زيارة الإمام الحسين لا يمكن أن تحسب بالحسنات، 100,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، لا، يحتاج إلى ميزان ضخم. ما هو ميزانه؟ الحجج. كم حجة تعدل زيارة الحسين؟ ابحث. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لعائشة، لا يقول هذا الكلام لأحد الموالين لأمير المؤمنين، الموالين للإمام الحسن، الموالين للإمام الحسين، لا، لا يقول هذا الكلام لسلمان من شيعة علي. موقف عائشة واضح من الإمام أمير المؤمنين، من الإمام الحسن، من الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام. في الحديث الشريف كان الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام في حجر النبي يلاعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ أنا حقا أستغرب، لماذا هذا السؤال؟ أترك مكانة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسين هو سبطه يا أخي، على الأقل سبطه، يعني لماذا التعجب؟ شخص يحب سبطه، هذا شيء غريب، لماذا هذا السؤال أساسا؟ لا علينا. فقال لها: ويلك، في بعض النسخ ويلك ويلك، وكيف لا أحبه وأعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني. أما إن أمتي ستقتله، لعنة الله على قاتل الحسين، لعنة الله على من أسس لقتل الحسين، لعنة الله على يزيد وأتباعه، لعنة الله على من أسس ليزيد. أما إن أمتي ستقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي.
قالت يا رسول الله حج من حججك؟ قال صلى الله عليه وآله نعم حجتين من حججي. قالت يا رسول الله حجتين من حججك؟ قال صلى الله عليه وآله نعم وأربعا. فلم تزل تزيده ويزيد ويضعف، يعني يضاعف، حتى بلغ 90 حجة من حجج رسول الله بأعماره. لو اجتمع البشر يتمكن أن يحدد ثواب حج من حجج رسول الله؟ إذا تمكن يلزم عليه أن يضرب هذا الثواب في 90 ليعرف ثواب زيارة الحسين. يعني ماذا؟ يعني شيء قابل للفهم أصلاً؟ هذا زيارته في الوضع العادي، في الأيام العادية. النبي صلى الله عليه وآله ما قال من زاره في عاشوراء فله هذا الثواب، ما قال من زاره في عرفة فله هذا الثواب. من زاره بعد وفاته، أي شخص في أي وقت في أي يوم بأي حالة بأي ظروف، فما هو ثواب زيارة الحسين في عاشوراء؟ هذه زيارته في الأيام العادية، فما هو ثواب زيارته في الأربعين؟ فما هو ثواب زيارته في عرفة؟ يعني لاحظوا الميزان كيف تغير؟ لماذا هي زيارة؟ اسم الحسين وضع على هذه الزيارة، زيارة الحسين اسمها. هناك روايات عديدة تذكر الآثار الإيجابية المهمة الدنيوية والأخروية لسلام مؤمن عليك. مؤمن يسلم عليك، تعلمون هذا السلام من مؤمن عليك كم يحمل من إيجابيات لك، من آثار إيجابية دنيوية وأخروية، أن مؤمنا سلم عليك. فكيف إذا كان المؤمن الذي يسلم عليك صديقا أو وصيا نبيا؟ فكيف إذا كان نبيا؟ نبي يبلغك السلام، فكيف إذا كان أحد المعصومين 14 يبلغك السلام؟ الذي لا يعرف قيمة الأشياء لا يفهم. سلام من معصوم من المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام، ولكن بعض الناس يعرفون قيمة الشيء. روايات عديدة، بعض المعصومين كانوا يبلغون سلامهم لبعض من المؤمنين، كم كان ذلك المؤمن يفرح يسر. قضية بشار المكاري التي نقلها امرأة، قضية مشهورة لعلكم سمعتم هذه القضية، أنا مرة ذكرت هذه الرواية الشريفة هنا. امرأة مؤمنة كانت تمشي في الطريق، عثرت، سقطت على الأرض، فقامت وجاهرت بلعن والبراءة من قتلة فاطمة في الشارع أمام الناس. ممنوع شخص جاهر بالبراءة من الله عز وجل لا يقول لك أحد شيء، والعياذ بالله والعياذ بالله، أما تجاهر بالبراءة من قتلت فاطمة. أخذها الجلاوزة، ضربوها أمام الناس في الشارع، ثم أخذوها إلى السجن. بلغ الخبر إلى الإمام الصادق، الإمام الصادق بكى بكاء شديدا، ذهب إلى مسجد السهلة، صلى، دعا، ببركة دعاء الإمام عليه الصلاة والسلام أطلق سراحها. قضية مشهورة. فأرسل الإمام عليه الصلاة والسلام من يبلغها سلامه. جاءوا إليها
بلغوها سلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. امرأة تعرف قيمة الأشياء قالت لهم: الله الله، يعني بالله عليكم الإمام الصادق حجة الله على الخلائق يبلغني السلام؟ الراوي يقول: قلت لها: بلى والله. فشهقت وسقطت مغشيا عليها ثم أفاقت، قالت: الله، الإمام الصادق يبلغني السلام. كررت عليها الكلام، أغشي عليها مرة ثانية، ثلاث مرات يغمى عليها من شدة فرحها الإمام. هذا حجة الله على الخلائق، هذا الذي قلبه مرتبط بإرادة الله عز وجل. هذا مخلوق آخر، هذا أعظم من الملائكة، تتشرف الملائكة أن تخدمه. هذا يبلغني السلام؟ نحن في زمن الغيبة ليس لنا ارتباط مباشر بإمامنا. ممكن في زمن الغيبة واحد من المعصومين يبلغنا السلام؟ نعم ممكن. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أن الذي يمشي إلى زيارة الحسين في طريقه إلى الزيارة يحصل من الفضل من الله عز وجل ما يحصل له. عندما يكون هناك، يكون الإمام الصادق يبين عليه الصلاة والسلام، يبين عندما يكون هناك يشمله الفضل الفلاني أشياء ضخمة كبيرة، عندما ينتهي من زيارته كذا يكون له، إلى أن يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأك السلام. سيد الأولين والآخرين يبلغك أنت بواسطة ملك سلام خاص لك. لماذا؟ تعلمون هذا ميزان، ميزان ضخم، ميزان عظيم جدا. هذا غير قضية حسنات، هذا شيء آخر. هذه السنوات الضوئية، هذه القرون الضوئية، الموازين الضخمة الكبيرة التي توزن بهذه الموازين أعمال كبيرة جدا. لماذا بهذا الميزان العظيم؟ سلام رسول الله لعله سلام شكر، رسول الله يتشكر منك. لماذا؟ أنت ماذا صنعت؟ لأنك صنعت شيئا اسم الحسين على هذا الشيء. عملك يوزع في ظرف مكتوب على الظرف الحسين، مشى إلى زيارة الحسين. اسم الإمام الحسين، فقط اسمه، لاحظوا كم يعطي قيمة للأشياء، كم يجعل الأشياء كبيرة. الشيء الصغير 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 اجعله في خانة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يصبح شيئا آخر، لا يوزن بالموازين الطبيعية، لا يوزن بالكيلوات، لا يوزن بالأطنان، لا يوزن بملايين الأطنان، لا، شيء كبير كبير. لأن اسم الحسين كان، اسم الحسين يغير الموازين تغييرا كليا. هذا إذا كان العمل في الأيام العادية، فكيف بالأعمال في أيام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذه الأيام التي هي أمامنا؟ كم من القيمة، من الثواب، من العظمة للأعمال الحسينية، كم من الثواب
من الآثار الإلهية لإقامة الشعائر الحسينية أي شعيرة كانت. كل الشعائر الحسينية عظيمة. كم من القيمة الإلهية، الثواب الإلهي العظيم للأذية التي تحصل عليها من جراء وقوفك لشعيرة حسينية. تاج، تاج على رأس الإنسان الذي يؤذى في طريق الإمام الحسين. لا أقول الذي يقتل، الذي يقتل في طريق الإمام الحسين حدث ولا حرج، لا، للذي يؤذى ولو كانت الأذية صغيرة، هذا تاج على رأسك. بدءا من مسبة يسبونك لأنك تباشر شعيرة حسينية مقدسة، هنيئا لك، افرح بالله عز وجل، وأنا قليل القسم بالله، القسم بالله عز وجل مكروه إلا في الأمور المهمة، بالله عز وجل يلزم أن تفرح أشد الفرح إذا أوذيت في طريق الحسين. هذه الفرحة الحقيقية. يسبونك لأجل الإمام الحسين، لأجل شعيرة الحسين، افرح. يقولون إنك كذا وكذا، افرح، لا تحزن، اطلب من الله عز وجل أن يصيبك الأذى، أن تصيبك الأذى في طريق الإمام الحسين، لا في طريق الشعائر الحسينية، لا أقول في طريق الإمام الحسين، الشعائر الحسينية تؤدي إلى طريق أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام. في هذا الطريق أيام عظيمة. أي شيء من الأعمال الحسينية في هذه الأيام لا يعلم أجرها إلا الله عز وجل. وفقنا في العام الماضي لأداء بعض الشعائر الحسينية، في هذه السنة أيضا نوفق أم لا؟ توفيق عظيم، اطلبوه من الله عز وجل. إن حصلتم على شيء في هذا الطريق اطلبوا المزيد من الله عز وجل، هذا هو الألماس، والألماس لا شيء، هذا هو الشيء الذي له قيمة حقيقية. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشف صدر الحسين. اللهم بحق الحسين، انتقم ممن قتل الحسين. اللهم بحق الحسين، انتقم ممن رضي بقتل الحسين. اللهم بحق الحسين، انتقم ممن خالف الحسين. اللهم بحق الحسين، عجل فرج المنتقم للحسين. اللهم بحق الحسين، اجعلنا من الحسينيين في الدنيا، اجعلنا مع الحسينيين في البرزخ، احشرنا مع الحسينيين في القيامة. إلهي بحق الحسين، أسكننا مع الحسينيين في الجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.